معي ومعكم الحكم الدولي السابق وخبيرنا التحكيمي المحترم الكابتن سعيد حمزة. كابتن سعيد حمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ عبد الناصر؟ لعلك بخير يا كابتن سعيد. وألف مبروك على الماجستير. حبيبي ربنا يخليك، ربنا يكرمنا إن شاء الله ونكمل لغاية يعني عن الرهان بإذن الله إن ناخد 5 كليات عشان يبقوا في عين الحاد إن شاء الله. بإذن الله ربنا يوفقك، إنسان مجتهد ومحترم وصاحب كلمة حق طول عمرك يا حبيبي. ربنا يخليك. جزءنا الثاني، ماذا لديك في الجزء الثاني؟ الجزء الأول كسر الدنيا وتهوسنا تليفونات، ويبدو إن أصحاب الأيادي المرتعشة بيخافوا يترعبوا من كلمة الحق. اليوم في الجزء الثاني ماذا لديك؟ إحنا عندنا النهاردة يعني أنا محضر حاجات كوارث. اتفضل. لأسامة عبد الفتاح. اتفضل. بس أنا عايز أنوه في حاجة في الآخر بإذن الله، عايز أقول لك على مفاجأة وفضيحة كبيرة، هي مش خاصة بعصام عبد الفتاح، إحنا بنقوله من دلوقتي أهي، هي مالهاش علاقة بعصام عبد الفتاح. تمام. الكلام أهو واضح عشان عصام عبد الفتاح ما ياخدش الكلام ده على نفسه. بس الناس تستنى في الآخر، في مفاجأة في آخر الحلقة. ماشي، اتفضل يا كابتن سعيد. أول حاجة الأستاذ ملك التطوير الجهبذ عصام عبد الفتاح الخبير التحكيمي. احنا أول حاجة عندنا 10 مباريات في تصفيات كأس العالم، مفيش حكم مصري، عدم إسناد أي مباراة في تصفيات كأس العالم لحكم مصري في 10 مباريات لأول مرة في تاريخ التحكيم المصري. تمام. رغم ان كل الدول الصغيره استاذ عبد الناصر ممثله بتسوانا وجامبيا وبروندي والكونغو وشمال افريقيا تونس والمغرب والجزائر وجنوب افريقيا والسنغال واثيوبيا، كل الناس دي 10 دول ب10 حكام ممثله. عملت ايه انت بقى يا عصام يا عبد الفتاح اللي عملت تشدق بالتطوير وانا عملت لمصر وعملت لمصر؟ انت على مدار ال10 سنين اللي فاتوا ما طلعتلناش عصام عبد الفتاح مسك التحكيم من ساعة سيادة اللي هو عصام صيام، ساب لجنة الحكام، جه كابتن جمال الغندور 6 شهور مرة مع عمرو الجنايني ومرة مع الكابتن عصام عبد المنعم، وانتهى دور جمال الغندور بالنسبة للتحكيم المصري. الحقبة دي كلها بتاعت عصام عبد الفتاح وجيه أحمد وعزب حجاج اللي لسه هنجيله تاني عشان الموضوع ده مش هينفع يتقفل غير لما يوصل والناس كلها تعرف الحقائق بتاعت ازاي مدير تنفيذي يبقى غير مؤهل اللي هو يمسك رئيس الاتحاد. عملت ايه في ال10 سنين يا عصام عبد الفتاح في التطوير اللي انت بتقول عليه؟ لا شيء. جهاز ايه حاربته عشان اقرب واحد كان هيمثل مصر في كان بيلعب كان جهاز جريشه مش موجود. امين عمر ضحيت بيه وخلصت عليه من اجل مصطفى غربال في الجزائر والحكام اللي هتلعب من المغرب ايام ما هو كان ماسك، والسلمي طارق السلمي ورضوان جيد ومصطفى غربال، وقضيت على امين عمر عشان ما يمثلش. انت عارف يا استاذ عبد الناصر الكارثه فين دلوقتي والمصيبه بالنسبه لمصر في التحكيم المصري؟ ان احنا ما فيش حكم مصر يبقى في كاس العالم في قطر وكاس العالم اللي يتليها كمان. دي 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 كارثه، دي اول مره تحصل في التاريخ. احنا كان دايما بيبقى في حد ممثل بالنسبه لنا. دي حتى الماتشات اللي هي في البطوله الكونفدراليه وبطوله الرابطه ما فيش عندنا حكام. امين عمر ما لعبش خالص، كارثه. اللي لعب معروف وابراهيم لعب ماتش في فبراير والبنا كان عنده ماتش، لكن اقرب واحد اللي هو كان املنا الحكم الموهوب الخلوق امين عمر ما لعبش ولا ماتش. امين عمر باستبعاده دوت بفعل فاعل من عصام عبد الفتاح عشان هو اقرب واحد. تمام. فدي كارثه كبيره. التحكيم المصري كده بينهار. انا عايز اوصل رساله لاستاذ جمال علام. ليه امتى يا استاذ جمال علام
انت راجل فاضل وخلوق وكلنا بنثق فيك، لامتى هتسيب عصام عبد الفتاح يعبث بالتحكيم المصري ومصر ما تبقاش ممثلة؟ دي انا مش مصدق، يعني الناس كلها مش مصدقة يعني ايه 10 مباريات في قارة افريقيا اللي مصر هي اللي اسست الاتحاد الافريقي مش موجودة. فدي فضيحة كبرى طبعا في عهد عصام عبد الفتاح ملك التطوير، اللي مش عارف امتى هنخلص من الكارثة بتاعت عصام عبد الفتاح ويسيبها. انا مش عارف هو هيموت على الكرسي. وانت عارف فين عصام عبد الفتاح يا استاذ عبد الناصر عشان الناس تفهم وتعرف؟ عصام عبد الفتاح في الجزائر في البطولة بتاعت شمال افريقيا اللي هي 2006، سافر من يوم 12/3 البطولة لغاية يوم 23، يعني هو هيبقى هنا يوم 24 او يوم 25 والدوري الممتاز شغال. ومين وقبلها مين اللي بيحل محله وبيحط الحكام بقى ويعين الحكام؟ احمد ابو العيلة، مين احمد ابو العيلة في التحكيم؟ لسه هجيله. تخيل ده في مصيبة كبرى اكتر بقى هقول لحضرتك عليها. حاطط محمد فاروق رقم 4، كان محمد فاروق قبل اعلان تشكيل اللجنه الكلام اللي بقوله لحضرتك دوت من داخل الاتحاد الكوره اللي انا بقوله ده معلومات من داخل 5 شارع الجبلايه، كان هيتم الاطاحه بعصام عبد الفتاح قبل 48 ساعه من اعلان تشكيل لجنه الحكام. ولما عرف ان محمد فاروق هو اقرب واحد ان هو كان هيبقى رئيس لجنة الحكام لنهاية الموسم، بعد محمد فاروق وحط كابتن تامر جولي وكابتن حمدي فتحي وفهيم عمر، وحط محمد فاروق رقم 4 عشان كان هيبقى نائب رئيس اللجنة في توقيت معين، ولما كان هيتم الإطاحة بعصام عبد الفتاح قال لك ده هو ده أقرب واحد لازم أبعده. وكابتن محمد فاروق كتب دوت على صفحته. فتخيل الفكر بتاع عصام عبد الفتاح عشان مصلحته الشخصية ونفسه، رغم ان محمد فاروق بلدياته من بني سويف. لا هو ما فرقش معاه بلديات، لا 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 لا، عصام يدوس على اي حد، على اي حد يا عصام عبد الفتاح يضحي باي حد عشان خاطر نفسه وعشان خاطر الكرسي. ومحمد فاروق هو مؤهل اللي هو يكون رئيس لجنة حكام، انسان محترم وخلوق واكاديمي ويعني في جامعه بني سويف. انا كنت كان عندي ماتش بني سويف وتليفونات بني سويف، رحت عنده الجامعه وشفت مكانه محمد فاروق وكيانه، لا حاجه تانية خالص. التحكيم المصري يتشرف بوجود محمد فاروق، واحد من الكوادر اللي تبقى على راس المنظومه التحكيميه. ازاي انت بتعمل كده في الكوادر والناس اللي لها تاريخ وناس محترمه؟ لغايه امتى يا استاذ جمال علام حضرتك؟ احنا بنقول ان حضرتك انسان نضيف وطاهر وايدك نضيفه، حضرتك والمجلس، لغايه امتى عصام عبد الفتاح هتسيبوه يعبث؟ اللي جاي التحكيم المصري والتاريخ يسجل اللي انا بقوله النهارده 16/3، كوارث هتحصل في التحكيم المصري الفتره القادمه. ربنا بيعمل حكام يا استاذ عبد الناصر. البنا النهارده في ماتش قسم ثالث صعود نجمة سينا وهلال المطروح، الكرة جايه في صدر الراجل تحت صدره حسب ركله الجزاء. الفرقه صعدت وفرقه سينا كلها باكملها نايمه حزينه النهارده. أنا بصراحة مستاء من اللي بيحصل، والواحد حزين 25 سنة قضاها في التحكيم، شايف البيت بينهار والناس واقفة تتفرج كلها على عبث عصام عبد الفتاح بالتحكيم المصري. لكن مش معنى كده إن إحنا هنسلم أو إن إحنا عصام عبد الفتاح بالفساد بتاعه ينتصر علينا، إحنا مكملين لآخر نفس في عمرنا يا عصام يا عبد الفتاح، لغايه ما تمشي من 5 شارع الجبلية وما تخشوش تاني، تبقى زيك انت ووجيه وعزب عبره لكل اللي هيجي بعدك ان انت التاريخ بتاعك كله كان اسود واصعب فتره في التحكيم المصري.
ده الجزء الاولاني بتاع حكام مصر في افريقيا، وللاسف ان احنا خلاص شيء بقى واقعي لازم نسلم بيه ان احنا مش هنتمثل ابدا في كاس العالم في قطر ولا كاس العالم اللي بعديه، طول ما الخبير اللي احنا لبسناه جوه مصر عصام عبد الفتاح تمام اللي هو اصلا مش موجود، تمام اللي هو اصلا بالامارات جه 3 ايام ترانزيت في مصر واخد بعضه وراح تاني على الجزائر. تمام في بقى حاجه مهمه لازم برضو ننوه عنها، والناس كلها لو عندها حضرتك سؤال او حاجه تحت امرك لو لا لا عايزنا لا، نكمل. الجزء ده واضح. تمام، نخش في الجزء الثاني. تمام، في حاجه بقى مهمه جدا لازم مصر كلها تعرفها. عصام عبد الفتاح في معسكر الحكام بتونس قبل ان يتولى المسؤوليه في مصر كان عنده معسكر اللي هو الاعداد زي الحكام بتوعنا في اول الموسم بيتم الاعداد. قام حكم من حكام تونس المحترمين وساله سؤال، قال له زي ما في فار في مصر احنا عايزين يتم فار عندنا في تونس ويبتدي يبقى عندنا فار ونشتغل بنفس الاسلوب اللي مصر والمغرب شغاله بيه، ما احنا الدولتين بس اللي في افريقيا مصر والمغرب هي اللي بتطبق تقنيه الفار. تمام فلما الحكم ساله كده في محاضره عاديه راح رد على الحكم قال له ايه؟ قال له عايزين تبقوا زي الحكام المصريين في تقنيه الفار. ده رد عصام عبد الفتاح اللي الجريده الاماراتيه والصحفي الاماراتي كتب دوت، وعصام عبد الفتاح انا دلوقتي حضرتك في الصعيد او حضرتك في الجزائر معروف اسم لو واحد في الجزائر ومعروف مكان وصفه الاستاذ عبد الناصر زيداد مش ممكن يرفع عليك قضيه ولا مش ممكن؟ ممكن. تمام، المفروض كان عبد الاستاذ الجهبذ الخبير الاجنبي اللي عندنا عصام عبد الفتاح عشان تبرئ نفسك من ال التهمه دي كنت المفروض ترفع عليه قضيه. لكن رد عليه قال له ايه بقى؟ قال له الحكام المصريين اعطوا الدوري لمن لا يستحق. تاني عصام عبد الفتاح في معسكر تونس حكم من التوانسه والكلام ده في تسجيلات موجوده، حكم قاعد والكلام ده انا سمعته بودني قاعد في المحاضره ومسجل الكلام ده كله وبعته لاحد الحكام المصريين الكبار الدوليين، الحكم دوت بعته له وسمعنا المكالمه دي. عصام عبد الفتاح رد قال له الدوري ذهب لمن لا يستحق، وتم الخبر الى الصحفي الاماراتي وعصام عبد الفتاح لم ولن يجرؤ ان هو يرفع قضيه على الصحفي دوت عشان حضرتك تبع في الصحافه وعارف المصدر بتاعك بيبعت لك الدليل، فالتسجيل دوت موجود مع الصحفي الاماراتي عشان كده عصام عبد الفتاح خاف يرفع قضيه عليه او يجي ناحيته خالص. تمام، وده طبعا اتهام ضد لجنه الحكام وحكام مصر. الحكام والتحكيم المصري عصام عبد الفتاح اتهمه وهو في تونس بدليل اللي هو قال ان 10% بس هم اللي يصلحوا للتحكيم المصري، وجاب نفس الاشكال هي هي فهيم عمر وايمن دجيش ودول لسه بقى دلوقتي لهم قصه كبيره واحمد ابو العلا وطوني عثمان المره الثانيه اتكلمنا، لكن ما قلناش كل واحد والكوارث اللي عنده ايه اللجنه اللي شكلها عصام عبد الفتاح. دي شيء تاني. الشيء الثالث والمهم جدا، عصام عبد الفتاح بيقول التطوير. طيب التطوير دوت يا عصام عبد الفتاح وانت بقالك 10 سنين ماسك لجنه الحكام، هل يعقل واحنا مش دلوقتي مش بنشكك في الكابتن سامي هلهل، بالعكس هو من افضل الحكام المساعدين في مصر ده حقيقه، لكن سامي هلهل كان المفروض يخش من 10 سنين وهو عنده 33 سنه. يعني ايه انا مسؤول في مصر عن التحكيم المصري ادخل حكم عنده 43 سنه فاضل له سنتين ويبقى اوت؟
ايه اللي هيضيفه سامي هلهل اللي هو عنده 43 سنة في الوقت الحالي، اللي هو هيضيفه للتحكيم المصري والقائمة الدولية في التحكيم المصري؟ دي جريمة، دي جريمة في حق التحكيم المصري. مفيش دولة في العالم حكم يخش لأول مرة يبقى عنده 43 سنة، ممكن يخش 28 29 عشان في النخبة بيه، وبعد كده النخبة ايه عشان يبقى مرشح ان هو يبقى في النخبة ايه للبطولة الأفريقية، وبعد كده يبقى مرشح لكأس العالم. النهاردة وانا بتفرج على ماتش ملك التطوير عصام عبد الفتاح، شوف وزن محمد الصباح النهاردة عامل ازاي. حاجة كارثية. الفانيلا تيشيرت التحكيم من كتر البطن محمد الصباح كبيرة، التيشيرت وهو بيجري طبيعي ان انت جسمك سمارت زي معروف او زي بسيوني او زي محمد عادل، مستحيل التيشيرت هيطلع من الشورت. طول الماتش الفانيلا طالعة لبره. هو ده التطوير؟ هو ده التحكيم المصري؟ الاستاذ الفاضل المحترم احمد بيه دياب بيعمل منتج هو ورابطه الانديه، عملوا كل حاجه. استاذ جمال علام عمل اصلاح وال 24 فريق في الممتاز بيه الموسم بعد القادم، ناس بتعد للكره المصريه. الحاجه الوحيده اللي كانت ساقطه انا بعتبرها ساقطه وجود عصام عبد الفتاح على راس المنظومه التحكيميه، ده كان لازم يمشي حتى لو كان جه خبير اجنبي وكان جه كل فترة حط بلان واشتغل معاه الكابتن ياسر عبد الرؤوف، اشتغل معاه الكابتن سمير عثمان، الكابتن جريشة، بوجود الكابتن جمال غندور، القامات دي والناس دي اشتغلت. وبعد عصام عبد الفتاح ده خالص كان التحكيم المصري هيروح في حتة تانية يا جماعة. ازاي الناس يعني احنا عندنا المستر كروش وعندنا في الاهلي موسيماني وعندنا في الزمالك كبريرا، ما دول اللي هم رأس المنظومة الكروية في مصر، أهلي وزمالك والمنتخب. تمام. كان لازم التحكيم المصري هو اللي هيكمل المربع الكامل عشان نبقى احنا في حتة تانية. لكن طول ما التحكيم المصري واقع، طول ما الكرة المصرية واقعة. بأمانة الناس كتير مستاءة وشايف على تويتر والناس كلها على كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحلقة اللي عملناها الحلقة اللي فاتت، الناس متفاعلة والناس مستاءة من وجود عصام عبد الفتاح. وما زال السؤال، يعني خطة التطوير مخابراتية سرية؟ مش من المفترض يتقال تقدم رئيس لجنة الحكام بخطة تطوير تشتمل النزول بمعدل الأعمار، مش عارف معسكر، ولا أنا غلطان في الكلام ده، ولكن إنك أنت ده محدش. كلام حضرتك، يعني حطيت ايديك على مربط الفرس. ده المفروض كمان اتحاد الكرة اللي مش هو اللي يقول ده، عصام عبد الفتاح الجهبذ الخبير الاجنبي اللي مش عايز يعمل اقول لفظ مؤتمر صحفي، يعمل مؤتمر صحفي بالظبط، يعمل مؤتمر صحفي ويجيب اللجنه بتاعته ويقدم اللجنه بتاعته. ويبقى في بروجيكتور وخطه واضحه المعالم عشان الاعلام يعرف يحاسبه عليها. هو في خطه فعلا لعصام عبد الفتاح عاملها لنا، خطه الفنكوش. ايوه صح. ان احنا لغايه دلوقتي كل يعني كل ما حد تقول له حاجه يقول لك الفنكوش. عادل امام ربنا يديله الصحه البارع قال لنا حاجه لغايه دلوقتي كلنا بندور عليها مع عصام عبد الفتاح، وهو الفنكوش اللي عصام عبد الفتاح. يعني اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ يعني دوت بجد يعني حكام مصر كلها بتدعي عليه. ده في كوارث. طب انا اقول لك كارثه ثانيه مع عصام عبد الفتاح، لو في حاجه كويسه اقسم بالله كنت قلتها. لك ان تتخيل يا استاذ عبد الناصر وجماهير مصر العريضه اللي بتسمعنا، ان يتم تعيين عمرو، لا الاول محمد. بص بقى انا كاتب كل حاجه عشان نشوف الفضيحه بتاعت عصام بيه عبد الفتاح الجهبذ الخبير الاجنبي بتاعنا. تم تعيين عيال احمد الشناوي الاثنين في يومين متتاليين. تخيل الحاج احمد الشناوي بتاع اون سبورت. طبعا كابتن احمد الشناوي راجل محترم بس وحبيبنا
وله منا كل الاحترام والتقدير. اما انا بقول للحاج انا بالنسبه لي راجل كبير فبديله مقامه. طبعا. عمرو ابنه ومحمد ابنه حكم درجه ثانيه في مباراه الاعلاميين والالومنيوم. تخيل يعني عمرو بيلعب البنك واسوان وقبليها بيوم محمد بيلعب ماتش الاعلاميين والالومنيوم حكم درجه ثانيه. تخيل بقى محمد دوت لو الحكم اللي في الملعب اتصاب. بس السؤال هنا يا كابتن سعيد، هل هم يعني مؤهلين ومتميزين زي ما بتشهد الناس لهم؟ يعني نعرف ان عيال الشناوي الاثنين متميزين في التحكيم، مش عايزين نظلمهم لكون ان ابوهم احمد الشناوي خالص، بس هل انا ما عنديش حكام درجه اولى عشان ابعت؟ هو ده اللي يتقال، انك انت ما تديش افضليه على حساب زمايلهم، ولكن كان محدش يفهمنا غلط، سواء عمرو او محمد ابناء الكابتن احمد الشناوي من اكفأ الناس وبيجتهدوا، فمش عايزين كل واحد ابوه في الكارير ندمره لمجرد ان ابوه كان حكم او خبير او بيطلع على قناه. لا طبعا مش ده المقصود، لكن انا عندي كم من الحكام الدرجه الاولى مستنيين الفرصه دي. واكون عادل في التوزيع. بالظبط. هي دي بقى آلات التوزيع، ما احنا بنقول ايه؟ ربنا بيعمل حكام ليه؟ والحكام يقعد يدعى على بعض ليه؟ وده يبص لده ليه؟ عشان ما فيش عداله في التوزيع. انت خلصت كل الحكام الدرجه الاولى يا عصام عشان تدي حكم درجه ثانيه؟ هي دي مربط الفرس اللي انا بتكلم فيها، ان انت لازم يبقى في عداله. نخش لحاجة بقى مهمة جدا تاني، ودي حاجة بقى يعني ايه لازم الرأي العام كله يعرفها. اتفضل. عزب حجاج المرة التانية اتكلمنا عنه وقلنا عن الحلقة بتاعت النهاردة هنستفيد في الموضوع. عزب حجاج كان غير مؤهل، ما عندوش أي مصوغات تعيين إن هو يكون نائب المدير التنفيذي. لك ان تتخيل ان الاستاذ الفاضل رضا عطار لو كان مش موجود كان الاستاذ عزب حجاج. خلي بالك اللي عينه احمد مجاهد. بالظبط بالظبط. اللي عينه احمد مجاهد وكان تعيين تحايلي، بمعنى انه قال له خليك في اللجنه بس على الورق تبقى نائب المدير التنفيذي. الله ينور عليك، وده اللي حصل. عشان انا بقى الكابتن احمد مجاهد ما فيش مشاكل بيني وبينه. عمل قرار وهمي انه ابناء الحكام ما يشتغلوش في اللجنه، يعني اللي ليه ابن حكم ابوه ما يشتغلش، فقال الكابتن حزب عبد ابيك فخلاه على الورق نائب رئيس المكتب نائب المدير التنفيذي، ولكن هو كان مع وجيه في اللجنه ما سابهاش. ما نزلش من فوق. ده انا بقى بعينيا، انا كنت حكم لغايه شهر 8، ده انا شفته بعينيا. يا بيه وانا اقسمت على ده رغم انهم كذبوا كلامي، قلت لهم لو كذبتوا على ايه؟ عزب موجود بمشيش. اقسم بالله العلي العظيم عزب ما نزل من المكتب. وهو اللي كان بيبلغكم بالمباريات. طبعا ده الكلام ده مشكله موجود ما فيهوش فصال. ما انا عارف. محدش يقدر يكذبنا في حاجه زي كده. الكارثه الكبرى بقى، خلاص احنا كده خلصنا من موضوع عزب وكان ايه المقصود، بس دي كانت هتبقى كارثه لا قدر الله استاذ وليد العطار مش موجود، مسافر، لا قدر الله كان عنده كورونا، تعبان، عنده برد. كان عزب حجاج مصر جمهوريه مصر العربيه يبقى واحد غير مؤهل لمنصب تحطه بدون اي شروط لمسابقه المدير التنفيذي، دي تبقى مسابقه وبيتم اعلانها في الجرائد الرسميه. فتعيينه دوت كان غير قانوني وغير صحيح، والفلوس اللي اخذها دي كلها عزب حجاج لازم ترد، ما دي في القضيه. انت ازاي الراجل ده كان بيقبض 35,000 جنيه في الشهر؟ يعني لو 20,000 جنيه في السنه تضرب بقى في 10 سنين يعملوا كام؟ ده عزب لوحده، زائد وجيه زيه، زائد فهيم، زائد توني، زائد ايمن دجيش، وهات بقى ال 19 واحد اللي احنا قلنا عليهم كلهم. لك ان تتخيل يا استاذ عبد الناصر ان يصل الحال بمحكمه دوليه من احد الخبرات، يمكن هي من اوائل دفعات التحكيم، لعبت كاس عالم
وراحت اولمبياد وراحت كاس افريقيا كذا مره. الكابتن منى عطا الله ان هي على صفحتها الرسميه وعلى الفضائيه المصريه تعلن اعتصامها والاضراب عن الطعام. مش كده، بنجد السيد الفاضل الاب القدوه لينا كلنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيده حرمه السيده مصر الاولى انتصار السيسي والمجلس القومي للمراه لحمايتها من بطش عصام عبد الفتاح. يا ساتر، اقسم بالله هذا حصل وانا موجود. تخيل، من بطش عصام عبد الفتاح وظلمه ليها. ده قال للمحكمات داخل الاذكر ان هي كانت محكمه دوليه وسحب منها اللقب وهي ما زالت محكمه دوليه. تخيل ال 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 الافظع بقى، مش انا يعني ماسك نفسي عشان في كلام لازم يتقال، الواحد بيقوله هو هادي. عندنا محكمه اسمها هنادي من اسكندريه، حكم دولي، مرات الكابتن احمد جمال الحكم الواعد الصاعد الجميل في الدوري الممتاز. القانون الدولي في الفيزا بيقول لما يكون محكمه دوليه حامل يتم وضع اسمها داخل القائمه الدوليه ويتم اختبار ليها وكانها محكمه. عصام عبد الفتاح شالها من الليسته بتاعت المحكمات الدوليات لمصر. تخيل يا استاذ عبد الناصر قمه الظلم، عايز التحكيم المصري الحكام ربنا يكرمها وتشوف في الملعب، عايز الناس ربنا ينور بصيرها وبصيرتها، والظلم الواقع على كل الناس اللي انا بقول لحضرتك عليهم دي. احمد ابو العيله بقى مدير اداره الحكام، عايزين عصام عبد الفتاح يطلع التحقيق اللي عمله لاحمد ابو العيله واقصائه من القائمه الدوليه بعد فضيحه تونس اللي قلبت الاعلام التونسي. فاكر يا استاذ عبد الناصر لما طلعوا الفضيحه بتاعت الفتاه بتاعت تونس اللي كانت متصوره مع طاقم الحكام بقياده محمد معروف واحمد ابو العيله ومحمود ابو الرجال ومحمود عاشور، وحصل تحقيق في الموضوع دوت. كان موضوع كبير والاعلام كله اتكلم عنه. بالظبط، واحمد ابو العيله في التحقيق طبعا حصل تحقيق موسع في لجنه الحكام، وعلى اثاره تم استبعاد احمد ابو العيله من القائمه الدوليه. لازم التحقيق ده يطلع، ولازم الراي العام نعرف ايه اللي تم في التحقيق وليه تم اقصاء احمد ابو العيله بالذات من القائمه الدوليه في هذا الموسم. الصور موجودة على جوجل، الصور موجودة عندي، وأحمد أبو العيلة متصور مع الفتاة التونسية ولابسة التوب بتاع الفيفا بتاع الكابتن أحمد أبو العيلة. ده حاجات رسمية، إحنا مش بنرمي حد بالباطل ولا بنقول كلام مرسل، لأن مصر كلها سمعانا ولازم يبقى عندنا مصداقية، والبرنامج بتاع حضرتك هو مصداقية والناس كلها بتصدق كل كلمة فيها. وانا ما ينفعش اطلع اقول كلمه، انا ليا مكتب مستشارين، انا ما بطلعش اقول حاجه غير لما بيتعرض عليهم الاول تقول ايه وما تقولش ايه، عشان ما اخشش تحت مقصله القانون المصري الشامخ ان انا اكون في قضيه سب وقذف او تشهير. مع الواحد انت عن كلامك لو وصلت هذه المعلومات طبعا فلازم يبقى عندك مراجعه قانونيه. مستنى. اقول ومعايا المستند من الصحف. عملت ايه؟ عملت ايه بقى دي بقى؟ تم استقصاء احمد ابو العيله من القائمه الدوليه 2019، عايزين نعرف ايه اللي حصل في 2015 ليه استبعدت. ده غير بقى في قصه ثانيه كده مش عم بنقوله يعني، بس سرقت عربيه الكابتن منى عطا الله، ده موضوع بقى بعدين في الحلقات الجاية هنقوله.
سرقة العربية بتاعت الكابتن منى عطلة، العربية النبيتي. أنا بقول أهو، مش عايز أقول الاسم الماركة عشان ما يبقاش إعلان، لكن سرقة العربية والمحضر موجود معايا، وكانت عاملاه ضد مين، ومين اللي جاب العربية لمنى عطلة. طيب نخش في المفاجأة اللي انت قلت عليها علشان نختم الجزء ده ونكمل غدا. اه ده انا كان عندي ده لا هي ماشي تمام، بس ده حلقة بكرة بقى هتبقى على فهيم عمر وتصريحاته النارية، ماشي هو وأيمن بجيش ضد عصام عبد الفتاح. ماشي يا باشا. هنحضروا حلقة من العيال الثقيل. المفاجأة بقى، احنا ما قلنا، احنا قلنا دلوقتي وبنكرر، مش ليك يا عصام يا عبد الفتاح، عشان ما حدش ياخد الموضوع على عصام، بس دعوة بعصام. انا بقول حاجه تانية كده زي فزوره، لما يجي لنا باذن الله المستندات والتسجيلات والصور والفيديوهات انا بقوله بالاسماء، تفضل لكن دلوقتي ها تفضل. فضيحه شقه جسر السويس وشقه امبابه، الفضيحه الجنسيه خلي بالك على داخل. مسؤوليتك الكلام ده يا كابتن سعيد. انا قلت انا لما يبقى معايا التسجيلات من النيابة موثقة في النيابة قبل ما اعرضها على الرأي العام، تمام، انا بنوه عن شيء ما قلتش اسماء فيه، هو عشان احنا كنا بنتكلم عن عشان التحقيق. خلي بالك عشان دي اعراض ومش عايزين نرتكب ذنوب. ما انا بقول لحضرتك اهو، احنا ما قلناش اسماء، الموضوع ده خاص بمين، ولكن في موضوع عندي لما يتحقق في النيابه ويبقى في ورق رسمي يبقى كده خلاص انا من حق اللي انا اطلعه، لكن طول ما لسه ما اتعملش بيه القضيه يبقى ما ينفعش يتقال الاسماء، ولكن احنا بننوه عن شيء في الحلقات القادمه. إن شاء الله بإذن الله لما تكون معاك وهو المستندات تتكلم. بالظبط، وهو فضيحه شقه جسر السويس امبارح، بس الاسماء والكلام ده كله بعدين هنتكلم فيه. وفي حاجة تانية بقى، فالصورة حلوة كده، عايزين نعرفوا مين هو اللي كان اسمه عبد السلام النابلسي اللي في أحد المحافظات الساحلية اللي بيجيب البطارخ للحاج نوفل، واللي جاب 12 بدلة ألوان من تركيا. دي فالصورة أشكرك تاني أشكرك يا كابتن سعيد، شكرا جزيلا ونلتقي غدا إن شاء الله. بإذن الله. تحياتي ليك وللسادة المستمعين، ودايما بخير يا أستاذ عبد الناصر. شكرا جزيلا يا كابتن سعيد، شكرا. اتفضل يا دكتور، مع حكمنا السلامة. الدولي السابق وخبيرنا التحكيم الكابتن سعيد حمزة، ومستمرين معاكم في فتح الملف وما هو التطوير الذي يتحدث عنه عصام عبد الفتاح، فساد للركب، وكل يوم بنسمع كارثة جديدة ولا شايفين تطوير ولا عارفين ماذا يعني التطوير. انا بتكلم بمنتهى المنطق والعقل، من حق الاعلام انه يعرف ايه هي خطة تطوير الكابتن عصام عبد الفتاح، وما زلت اناشد بمؤتمر صحفي يقول لنا ما هي الخطة التي تقدم بها للاستاذ جمال علام، لان للاسف الشديد احنا مش شايفين لا تطوير ولا كيفين خطة ولا كيفين بنتقدم حتى مقدار امنا. كل اللي احنا شايفينه فضائح وكوارث بيفجرها معانا يوميا الكابتن سعيد حمزة، ومستمرين في فتح الملف ونكمل مع الكابتن سعيد حمزة بإذن الله تعالى الليلة بقى الأربعاء إن شاء الله، لأن يبدو أن كل يوم هناك جديد.